كي غادي توالين لا سمان وين مرحبا يسون غير تزرات المغاربية تسنا تون ديني صح العيد الوان العيد الوان تم مربوحة ان شاء الله هتعيد ان شاء الله كل عام وانتم بخير. غنبدو غساقي ثغورينا غنيغ ميسن نبدو غسيغ ميس من الخبر ذي تمزوارو ثيس اعتبرت دعمها لغزة ب 25 مليون دولار عملا عدائيا. اسرائيل تهاجم الجزائر. الخبر والسين زلزال بلوغين يكشف المستور. بنايات جديدة تشققت بسبب الغش و150 ألف عمارة هشة بالعاصمة. الخبر والثلاثة نقل الصندوقين الأسودين إلى فرنسا في انتظار الجثامين. باريس تستفرد بالطائرة والجزائر في دور كومبارس. نروح ليغميس من الشروق اليومي مزواروثيس زلزال بقوة 5.6 يضرب العاصمة وضواحيها الكابوس. الخبر والسين سعداني يستعجل عقد المؤتمر العاشر لقطع الطريق على خصومه. نروح ليغميس من الفجر غرامات مالية متابعة قضائية وعقوبات أخرى في انتظارهم. الحكومة تستدعي التجار المخالفين في العيد وتحقق في أسباب الغلق. الخبر والسين العاصمة تستيقظ على وقع زلزال مرعب. الهلع يقتل 6 أشخاص ويصيب 420 آخرين. نروح ليغميس من البلاد خرقت الهدنة وارتكبت مجازر جديدة في غزة. أسير ثاني يثير جنون إسرائيل. الدكتور مصطفى البرغوثي في حواره مع البلاد العدوان الصهيوني فجر الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. نروح ليغميس من الوطن لا فيفغ افتوز سو بروباج لي إلفور سورون ديدوماجي. نروح ليغميس ليبرتي ايدنتيفيكاسيون دي فيكتيم دو كراش دو فول AH-5017 ميسيون ديفيسيل بور لي اكسبير. الخبر ويسين 6 مور و 420 بليسي سويت او سيزم كي افرابي لا كابيتال. Panique mortelle à Alger. Anoura Lariermis Nedon, l'horizon. Alger secoué hier par un séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter. Bilan 6 morts et 420 blessés. Anoura Lariermis, l'expression. Un violent séisme d'une magnitude de 5,6 a ébranlé la capitale et ses environs. 6 morts et 420 blessés. Alger a tremblé. L'Khbar Wissin, situation dramatique en Libye. L'AMP mobilise ses troupes aux frontières. Anoroha Riermis, l'info soir. École, marché, mosquée, enfants, les cibles de Tsahel. Anoroha Riermis, Ngaro, Hermis, la dépêche de Kabylie. La fièvre afteuse fait encore des victimes. 65 cas détectés à Béjaïa. مرحبا يسون ثقلت النظام اساقيا ذي ثغور الناغ نبيد مس سليم مس الخير سليم كي تليف مرحبا يسون الله يسلمك وقاعد يتوالين مرحبا يسون وقاعد وانا واقف مسنا على قبل صحيتكم ومرحبا يسون نروح البوساك انا ما نروح ريغمي سمزور سليم الخبر اعتبرت دعمها لغزة ب 25 مليون دولار عملا عدائيا. اسرائيل تهاجم الجزائر. دابور بالك ولتمثنا حياة دنينية سيغير ميسن اللي تموت من الصباح فغوند لي غرون تيت يعني وثاني هضر انت طاس في تمثال تاكين غزة بيان سور مازال مام تاكين غون على المغاربة تي سنات نهضر في تمثال تاكي طاس مازال نهضر في تمثال تاكي طونك مازال الحقرة مازال لي مساكا كتكملن وثاني غمسنا هضر انت في زلزال ناطرون مونتاج وثاني هضر اللي تموت من هذه الجي سيرتو تسمى وكي ذاك لي غرون تيت اللي تهضر ناطاس سيغير ميسن ولو يعني لان تيتر تي مشتاكا كي مازال هضرنا في لافيون اللي دير لنا كان ديال الجي دير لنا ديال المالي و ذلك راه الامور قد سرسيت امكن نبداو في تمثال تاع كين غزه مازال يتمثلنا هذه غزه مازال ناس متساتن يوميا سي خدم دي ماساكر حاجه جديده كي شغل زعما مش كان نصنع نترو مي بون ناك اسرائيل تهاجم الجزائر خاطر انك مسبوت في لقاء لا ديسيدي ديفك 25 مليون دولار المعاونه المساعده باش تعاونني يتمثلنا غزه ولا نزرا اكزاكتو ما مكان فكن امكان صوضني غزة اسك نفكني حماس نفك الى الضيف الضيف الغربيه اسمي سال
مثل الضفه العربيه نحال اسم الفتح باش دعونا دعونا لغزه وزاره مسلتقيه يكرا يكرا شو الفلاسة مش فما وقالت سوانين ضعضنا في الزكاة هناك الزكاة في كاس الزكاة التصل